هلت بشائر الحجيج مع نسائم الفجر الأولى على الصالة الموسمية بمطار القاهرة، والتي استقبلت أولى أفواج حجاج القرعة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، إذانا ببدء الجسر الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. ترتسم على وجوه الحجاج الفرحة وهم يودعون ذويهم لفوزهم بهذه الرحلة المباركة، وسط إشادة منهم بالتيسيرات التي قدمتها الوزارة لهم في كل المراحل وصولا إلى هذه اللحظة التي تشتاق إليها القلوب في كل بقاع الأرض. قدمنا تبع وزارة الداخلية طبعا، والحمد لله الفرصة كانت موجودة وربنا كرمنا. فرحتنا جميلة جدا أن ربنا كتبها لنا، والحمد لله وزارة الداخلية قامت بالواجب كل الحمد لله. صراحة قدموا لنا كافة السبل وعملوا لنا ندوات استرشادية ان احنا ازاي نقدم مناسك الحج السنة دي. كل حاجة الحمد لله كانت متيسرة. شعور لا يوصف لا يوصف، ما فيش كلمات تعبر عن اللي احنا فيه، والحمد لله ربنا يا رب تقبلها منا ومن المسلمين اجمعين يا رب، ويا رب يرزق كل المشتاقين يا رب. يا رايحين للنبي الغالي، قدمت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية كافة التيسيرات للحجاج لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة في سهولة ويسر. مجرد ما جينا النهاردة الحمد لله لقينا الأمور ميسرة جدا وخدمات ممتازة وما فيش أي عقبات، والحمد لله وربنا يتقبل كل حاجة متوفرة، وكل حاجة نروح لها ربنا نسيلها من عنده كده، ونشكر وزارة الداخلية بكل شيء وكل حاجة. تسهيلات جميلة، وما خدناش وقت بصراحة في الورق وتخليص الورق في المطار، ونشكر وزارة الداخلية على المجهود العظيم اللي قايمة بيه. الحمد لله رب العالمين، الدنيا ماشية كويسة خالص، ربنا يتقبل منا يا رب. لقد حرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع أول فوج لحجاج القرعة، وطمأنهم على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن لهم آداء المناسك في سهولة، مع التأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصا على سلامتهم. انطلق الحجاج لركوب طائراتهم مع اقتراب موعد الإقلاع باتجاه المدينة المنورة، تعلو وجوههم الفرحة والبسمات بالفوز بحج البيت الحرام. نشكر جمهورية مصر العربية بالكامل وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية لما وجدناه ولقيناه من تسهيل وتيسير في الأمور. أنا بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك في عمرك واتنك تعمل الخير. تحيا مصر بشبابها وجدعانها ورجالتها وخيرها، وهي مصر طول عمرها ام الدنيا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ربنا يحمي مصر وشعب مصر ويرجعنا بالسلامه. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هكذا يغادر الحجاج الى اطهر البقاع تلبيه للدعوه بحج البيت الحرام، مستبشرين بمغفره من الله وسط تيسيرات مقدمة لهم طوال فترة أدائهم المناسك.